يا حمدان؟ أبوي مو بقادر أركز، شكله الصيام مأثر علي. أنا بقول لك شيء، أنت تعرف نحن ليش نصوم؟ ليش؟ الصايم في رمضان ممكن أنه يتأثر سلوكه في النهار، لكن فعلياً الصيام يعلمنا ضبط النفس والصبر والتحكم فيها وتهذيبها. الصوم طاقة لروحنا، فاصبر علشان تنال الأجر العظيم إن شاء الله. يلا أبوي بندش نقرأ قرآن وندعي لين يجهز الفطور. يلا يلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم.